ما اسمك؟ اسمي عبد الله. أنجب. اسمي عبد الله. كيف أنت؟ الحمد لله. أين تسكن؟ في عبودة. من ربك؟ الله. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ الإسلام. أين تتوجه في الصلاة؟ القبلة. من الذي يأتي بالوحي إلى محمد؟ إبليل. كم مراتب الدين؟ مراتب الدين ثلاثة. وما هي؟ الإسلام. الإيمان. والإيمان. كم أركان الإيمان؟ ستة. الأول؟ آمنا بالله. الثاني؟ وملائكته. الثالث؟ وكتبه. الرابع؟ ورسله. الخامس؟ ويوم آخر. السادس؟ وطول بقلبه. أيوة شلي. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله. أنك تواب. فإن لم تكن تواب. فإنه يراك. كم أركان الإسلام؟ كم في؟ لا تقول لا إله إلا الله. أنا محمد رسول الله. أيقام الصلاة. أيتاء الزكاة. أصلي رمضان. أدعو بيت الله الحرام. كم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولاد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة. ومن هم؟ القاسم. وعبد الله. وإبراهيم. وفاطمة. وزينب. وقيا. وأم كلثوم. من هم الخلفاء الراشدين؟ أبو بكر. وعمر. وعثمان. كم عدد الجنان؟ ثمانية. لا لا لا، سبعة. كم عدد الجنان؟ سبعة. جنة؟ جنة الفردوس. جنة مأوى. جنة خلد. جنة نعيم. جنة أبو. جنة دار السلام. الحمد لله. زين أسوء موسي أنتم.